السلام عليكم. هذا هو الوقت المناسب لاستعداد موسم العيد وتهيئة البشرة، سواء عندكم مناسبات مثل زواج أو حتى اجتماعات عائلية وتبون بشرة صافية خالية من التصبغات ومن الحبوب، بشرة فيها نضارة وإشراقة. راح أعطيكم اليوم أساسيات روتين عناية بالبشرة باختصار شديد مع ضرب أمثلة للمنتجات بشكل عام تصلح لأغلب أنواع البشرة، بالإضافة لكريمات فعالة لإزالة التصبغات وكريمات فعالة لعلاج الحبوب تصفية البشرة منها. كل هذا إن شاء الله خلال هذا الفيديو، ياريت تدعمونا بالبداية بلايك، تشتركوا بالقناة إذا كنتم جدد. معكم الصيدلي لطفي الخزاعي. بالنسبة لروتين عناية بالبشرة، أنا دائما أذكر الأشياء الأساسية هي الغسول، المرطب، واقي الشمس والسيرم. البعض يظن أنه ليلة العيد راح يأخذ كريم سحري يغير البشرة ويشيلها ويستبدلها ببشرة فيها نضارة بليلة واحدة، هذا شيء غير صحيح. البشرة وخلايا الجلد تحتاج تقريبا أسبوعين إلى 4 أسابيع حتى تتجدد. فأنا ليش قلت الآن تبدؤون كورس مدة 4 أسابيع حتى تشوفون نتيجة إن شاء الله مرضية. معروف نبدأ أولا بتصفية البشرة وتنظيفها وتنقيتها من سواء الزيوت أو حتى الأتربة والأوساخ بالغسول. وكمثال أفضل غسول يصلح لأغلب أنواع البشرة وطبي غسول أفين. أما الناس اللي يبغون غسول سعره مناسب وأرخص، من شركة نيتروجينا أو هملايا غسول النيم. نغسل البشرة وننشفها، بعدين نستخدم المرطبات في أنواع كثيرة جدا راح أحط لكم أمثلة عنها. الخطوة الثانية من روتين عناية بالبشرة هي استخدام كريمات الترطيب، ومن أشهرها كريمات سيرافي مناسبة للبشرة العادية إلى الجافة سواء كريم، وفي أيضا لوشن للجسم أيضا من الشركات الرخيصة نيتروجينا، أو كريمات البيبنتين كبديل رخيص ترطيب البشرة، لأنه معروف ترطيب مهم ترميم حاجز البشرة. ننتقل الخطوة اللي بعد، استخدام واقية شمس قبل ما نطلع من البيت، ويفضل مثل لوروش بوزي انثلياس السائل، هذا مناسب لجميع أنواع البشرة. في شركات أخرى بدائل رخيصة مثل سيباميد أو بزلين. أخيرا السيرم، السيرم يعتبر من الأشياء الثانوية وليس من الأساسية حسب إمكانياتكم وقدرتكم، ومن أفضل السيرمات اللي تعطي نضارة وإشراقة سيرم فيتامين سي. إذا عندكم قدرة فيتامين سي من شركة سينسيوتيكال أو من شركة لوروش بوزي. ايضا في من شركات اوردينري سيرامات اسعارها رخيصه، او حتى من شركه غارنيا حول 20 ريال، شركه ممتازه واصليه. اخيرا ننتقل كيف نعالج التصبغات اللي تكون في البشره. اذا كان في تصبغات سطحيه، افضل ماده لها وفعاله ماده هيدروكوينون موجوده مثل الهايكوين والالدكوين، تحطونها فقط على اماكن التصبغات مره في اليوم قبل النوم مع استخدام بنهار وقت الشمس ترطيب. أما بالنسبة للناس اللي يعانون من حبوب في البشرة، فأفضل مادة لهم هو مشتقات فيتامين ألف مثل الدفرين، تحطونها على الوجه في الليل وفي النهار واقي شمس ومرطب. وأخيرا لو كان في حبة مناسبة كبيرة تقدرون تستخدمون إكراتين سي.